تهانينا. المركز الخامس كان الوصول مع متصدر هجري ام الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. تهانينا والف مبروك للجميع. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواصلين بتواصل أشواط هذه الفترة المسائية، سلسلة منافسات سن اللقاية في هذا السباق المحلي الخامس من المرحلة الأولى في يومنا الأول في هذا المساء المميز، بتواجد الأسماء الرائعة المميزة الحاضرة والمتنافسة بالتحديات والانطلاقات، بظهور أسماء قدمت العروض الكبيرة وقدمت الأداء الكبير المميز الذي أمتع جماهيره بحضورها وتواجدها وانطلاقاتها وتميزها. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالوصف للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في الشوط السابع عشر من تعداد أشواط هذا المساء لمنافسات فئة الإبكار. أول المراكز وأول الشعارات والأسماء، التقدم من قبل ذات تعود الملكية لهجنة أم الزبار، والمتابعة مع عبد الله بن علي بن سلامة من يتابع ذات بعملية التضمير. المركز الثاني القدوم وتواجد مشاهدينا الكرام من قبل مروب القادم بشعار هجنة الشحانية بمتابعة جر الله بن محمد بن قيل. انطلاقة من يحمل الرقم واحد ومن يبحث عن تحقيق المركز الأول. المركز الثالث لبرقة، تعود ملكيتها لبرقة لهجنة أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري من يتابع لنا تحديات. المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من قبل رهف، تعود الملكية لهجن المرقاب والمتابعة لخميس بن سعيد بن صالح الزرعي بعملية التضمير. المركز الخامس مشاهدينا الكرام، التقدم من قبل صدى الحاضرة بشعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة وتحديات شوطنا المنطلق والحاضر بهذه الأسماء التي تشارك وتتواجد بتقديم العروض الكبيرة والمميزة. لنعود بحضراتكم إلى ذات الحاضرة والمتواجدة بذاتها وشأنها العظيم بحضورها على المركز الأول، تعود الملكية لهجنة أم الزبار والمتابعة مع عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة من يتابع لنا انطلاقة ذات على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من قبل لبرقة من تحمل الرقم اثنين، تتقدم مع المرتبة الثانية لتكون حاضرة بشعار أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري. والمركز الثالث التقدم من قبل رهف، تعود الملكية لهجم رقاب والمتابعة مع خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع التقدم لمروب القادمة بشعار هجن الشحاني بمتابعة جر الله بن محمد بن عقيل. والمركز الخامس أول نداء لنوايا القادمة بشعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا النوايا اللي عندها نية بأن تكون بطلة لهذا الشوط، بطلة ونجمة في هذا المسار وبهذا الانطلاق مع المركز الخامس بحضورها وانطلاقتها. لنعود بحضارتكم إلى المركز الأول إلى الصدارة لنتابع هنالك القيادة، هنالك الانفراد، المسار والمسيرة لانطلاقة ذات على المركز الأول، ذات على البداية، ذات على المقدمة والصدارة. تفتتح مجريات لافتة الألف وخمسمائة متر، راح الكثير وما بقى إلا القليل. بدأ العد التنازلي لمجريات وتحديات هذا الشوط لنتابع ذات وشعار هجنة أم الزبار. عبد الله بن علي بن سلامة من يقدم لنا المحنك تحديات المركز الأول. المركز الثاني القادمة نوايا، نوايا من كانت قبل لحظات على المركز الخامس تتقدم على المركز الثاني لتكون حاضرة بشعار هجنة الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث التواجد لرهف هجن المرقاب
الشاب خميس بن سعيد بصالح الزرعي من يتابعها بعملية تضمير. المركز الرابع الحضور لشعر الشحاني بمتابعة البرز بعملية التضمير. المركز الخامس أيضا هجر الشحانية قادمة مع وسن لهجر الشحاني بمتابعة جار الله بن محمد بن عجيل. لنعود بحضارتكم إلى المركز الأول بأن نتابع هنالك القيادة والصدارة والمقدمة مع انطلاقة ذات على المركز الأول، ذات مع البداية بدون أي منافس بدون أي منازع ترقص حبا وطربا مع المركز الأول، وحبات الرمال تتراقص تحت خف ذات الحاضرة والحاملة لشعار هجن يوم الزبار بانطلاقتها المميزة بتواجدها على الصدارة ومع القيادة. هجن يوم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل. الله هجر الشحانية قادمة مع مروب على المركز الثاني. المركز الثالث وسن لهجر الشحانية بن عجيل من يتابع الثنتين على الثاني والمركز الثالث. المركز الأول المحنك يقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا ذات مروب قادمة لاختطاف المركز الأول. ذات صامدة حتى هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة. هجن يوم الزبار هجر الشحانية لا والله إلا فازت ذات بهذا الناموس المستحق مع المركز الأول الثاني. والتبريكات لهجن يوم الزبار والتهنئة لعبد الله بن علي بن سلامة. مروه بوصلت على المركز الثاني أو هذه مروب على المركز الثاني لهجن الشحانية. المركز الثالث وسن لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت الغام لهجن الشحانية. المركز الخامس كان الوصول من قبل نوايا لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء توقيت وسن أو هذه ذات اللي خطفت ناموس هذا الشوط 7:40 47 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن يوم الزبار والتهنية موصولة لعبد الله بن علي بن سلامة من تابع وقدم لنا ذات بطلة هذا الشوط الثاني. والتبريكات توقيت الزمن 7:40 48 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت ذات. المركز الثاني وصلت مروب توقيت الزمن 7:41 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهني جر الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث كان الوصول لوسن توقيتها الزمني 7:42:50 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجن الشحاني والتهنية لجار الله بن محمد بن عقيل، دائما مميزا بالأسماء والنوعيات الرائعة.